fumasse. Il bidime, il mindice che il mai si ha giusto chiedo. دايما متأكد من المايك عندنا مسكر عشان ما يطلع صوت صب الضجيج تشفيش على بقية الزملاء و تسبب صدع أحيانا. عندي صوتي بس انتوا طفوا المايكات مشان ما يصير في تشويش وصدع. إذا أنت حاسة الصوت واطي عندك فالمشكلة من عندك مو من عندي، لأنه يعني بشكل عام عم يكون بعض الطلاب هن عم يعانون من هالشيء، المشكلة من حاسة مو من عندي. مين الصوت عنده واضح هيك جيد ومين سيء؟ هلا واضح شايف في عناء أصبح الصوت من عندك كمان يا مالو، إذا شوي واطي بيكون عندك من عندك الصوت من عندك. مين الصوت قوي عنده؟ جيد. البعض عم يشكي إنه الصوت واطي. هاي ربع ليش كله صوت منيح؟ جيد جدا مروان، اصبح خلص بما انه جيد جدا وجيد عند البعض فالمشكله اذا بدات الوجد من عندكم انتم كل واحد حسب اعدادات صوته حسب البفل حسب الصوت. اوكي ما بعرف بما انه في ناس ضابط عندك فالمشكله مو من عندي. مشكله من عندكم. او من النت اللي عندكم او اي شيء او من حاسبكم. هذا الشيء يتم بضبطه لحاله. كله. اليوم جلستنا الرابعة من مقرر رياضيات اقتصادية وإدارية ضمن برنامج الإجازة في علوم الإدارة. أنتم الشعبي الثالثي. رح نكمل اليوم بموضوع التوابع الصحيحة من الدرجة الأولى والثانية الجلسة الثانية فيها. إذا نحن سبق وبدأنا فيها الجلسة الماضية، اليوم رح نكمل فيها. طبعا عم نشوف وين تطبيقاتها في علوم الإدارة والاقتصاد، أما هي عم نعمل تذكير عليها ونشوف وين تطبيقاتها بالتكاليف العرض والطلب والمسائل الثانية. اليوم نحن حدود مستقيم، نعرف ما هو موجب وما هو سالب. كثير حدود من الدرجة الثانية نعرف امتى تكون اشارته موجبه وامتى اشارته سلبيه حسب الجذور اللي بتطلع معنا بحل المعادله من الدرجه الثانيه. بدأنا اخذنا توابع الايرادات التكاليف والربح. قلنا التكاليف تذكروها دائما، التكاليف الاجماليه هي تكاليف ثابته زائد تكاليف متغيره. قلنا الايرادات هي الناجمه عن المبيعات. شو هي؟
هي سعر القطعة ضرب عدد المبيعات، يعني ضرب عدد القطع، يعني هي اكس عدد القطع ضرب البرايس تبعها، بي سعر تبع كل وحدة. الربح شو بيجيني؟ ايرادات بطرح منه التكاليف. وخدنا تطبيق الربح تابع للكمية، شفنا صيغة سعر الطلب وال تابع الإيرادات الربح، وشفنا متى يكون المصنع رابح، إنه تابع الربح يكون شرطه موجب، وإن هون بيصير في توازن بالسوق لما سعر الطلب يساوي سعر المبيع. فهذا عنده سؤال على هاي المسألة اللي حليناها؟ إذا شفنا الصيغ الرياضية، شفنا متى يكون ربحان أي قيم لإكس، قسمنا المنحنى بيانيا، شفنا متى الربح أعظم، وناقشنا المجال. في حدا عنده سؤال مو واضح أي شيء عن هالدرس؟ كله تمام؟ تمام. إذا ما حنكمل اليوم ضمن نفس الموضوع، رح ننتقل لتوابع العرض والطلب. وصلنا له مو هيك؟ هذا ما أخذناه. إيه تمام. توابع العرض والطلب، هلا غالبية المنتجات الأسواق تخضع لقانون العرض والطلب. كل ما ارتفع سعر المنتج بالنسبة، إذا هي في عندي عرض وطلب، في عندي مصنع وعندي مستهلك. بالنسبة للمصنع صاحب الشركة عم يبيع، بيهمه إنه كل ما ارتفع سعر المبيع يبيع أكبر قدر من الكميات. ليش؟ لأنه السعر عالي، طب يربح الزلمة. بالنسبة للمشتري المستهلك مثلنا نحن، كل ما نزلت كل ما ارتفع السعر بيقل العدد المشتريات، وهذا الشيء اغلبكم او كلياتنا نحن نلمسه. فبكون السعر مرتفع بصير الواحد اذا بده غرضين او كيلين من شغله بصير يجيب كيلو. التاجر او المصنع او صاحب الشركه كل ما ارتفع السعر صار همه انه انا بدي بيع، بدي اربح لانه سعر كويس. اما الزبون بهالحاله بصير اوكي ارتفع السعر فانا بهدي، بقلل الكميات المشتريات حسب حاجتي، ما عاد في زياده، ما عاد في تخزين. اذا هذا حاله السوق بشكل عام. هلا الظاهره الاقتصاديه هي بتندرس علوم الاداره، هي الموازنه بين العرض والطلب. هي ما بتخضع لسلوك فردي انا شخصيا او اي واحد منكم، لا تخضع احصائيا. فبياخذوا عينات كبيره واسعه من المجتمع بشوفوا كيف سلوك المستهلك، كيف سلوك البائع. اذا هالقانون العرض والطلب ما بيخضع لشخص، او ما فيكم تقولوا انتم لمنتج معين مثلا بالسوق، مثلا الزيت مثلا او ماده ثانيه او كذا، لا هن بيخضع دراسه احصائيه لحتى ياخذوا فكره، لان نحن عم نحكي عن ظاهره اقتصاديه بتهم الاقتصاد بالكامل. فاذا تخضع لاحصائيات وليس سلوك فردي، سواء بالنسبه للبائع اللي هو التاجر او المصنع، او بالنسبه للمستهلك اللي هو الزبون اللي هو المشتري اللي هو نحن الشعب. هلا عموما نرمز لسعر العرض supply function PS، هو سعر العرض. انا شو عم اعرضه، التاجر شو عم يعرض بالضبط. الديماند فانكشن PV هو سعر الطلب، انا شو بطلب. هلا لحتى يصير في توازن بالسوق لازم يلتقوا الاثنين سوا. شو يعني صار في توازن بالسوق؟ يعني صار لا، هو ما بصير بيع اذا ما صار في عرض التوازن بالسوق. شو يعني توازن؟ لازم يلتقي سعر العرض مع سعر الطلب. يعني بمعنى اذا مثلا قالوا لي هالمنتج حقه 1000 ليره وانا بدي اياه 600 ليره، اذا ما توصلت لانه العرض السعر اللي بده يعرضوه انا اقتنع فيه اشتريه، ما بصير في بيع. هذه هي الاريج تماما، العرض يساوي الطلب. يعني بدهم يعرضوا لي مثلا علبه زيت ب 4000 انا اقبل فيها لحتى يصير في مشتري، اذا عرضوها ب 4 وانا ما اشتريت صار بصير في بيع. إذا عرضوها بسعر أقل أنا ما اشتريت كمان ما بصير. إذا لازم السعر، إذا أنا طلبته ب 2000 وما باعوها ما حطوا سعر 2000 ما بصير بيع.
اذا لازم يكون في عرض يساوي الطلب حتى يصير في توازن في السوق. هلا شو معنى هذا الظاهره الاقتصاديه؟ ماشي، هذه هي علوم الاداره والاقتصاد، توازن عرض وطلب. هلا رياضيا شو معناتها؟ نوجد حل مشترك لهالمعادلتين. وهون هي فكره المقرر كله، انه انا في عندي بعض الظواهر الاقتصاديه، الظواهر الاداريه، انا بدي اعرف حللها، ادرسها، وبالاخير تتحول هي لمعادلات رياضيه. مثل هون انا لازم اوجد حل مشترك لها، كاني عم اوجد لكم رياضيا اوجد حل مشترك لهذين المعادلتين. نحن بالفصل الاول بالرياضيات الجي ان اي 401 كنا نعطيكم المعادلات وقول لكم شو الحل المشترك لها المعادلتين بدون ما نعرف شو هن شو بيمثلوا. اما هلا لازم نصير نبدا ونعرف ونتعمق بهالشيء، لازم نعرف انه هن بيمثلوا ظاهره معينه، ظاهره اداريه، ظاهرة اقتصادية معينة. تمام. اذا حتى يصير في توازن هو ايجاد حل مشترك لهالمعادلتين سواء بيانيا او جبريا. لما بتساووا سعر العرض والطلب بصير في بيع، وهون هي حالة التوازن. حل هالمعادلة يشتغل هالمعادلة سواء جبريا او بيانيا. هاي فكرة توابع العرض والطلب كلياتها. طبعا رح نبدا بمثال، لانه نحن ولذلك هون بالسلايد اللي قبله اذا قلت انا هون تطبيقات الرياضيات في علوم الاداره والعلوم الاقتصاديه. علم الاقتصاد المجهول اللي انا عم دور عليه، بجوز انا مثلا هو المجهول ممكن يكون عدد المبيعات حسب انا اللي رح نشوفه. بده يكون في مجهول بدي احل هالمعادلات لحتى دور توجد عدد المنتجات. يعني مثلا ممكن يكون سؤال كيو او كيو هو عدد المنتجات تماما. يعني بهالحاله اذا قلت لكم انا هون تابع السعر تابع للسعر المنتج، عدد المنتجات كيو او زد كيو حتى يصير في توازن بالسوق. ناخذ مثال هون نحن عم ندرس حالة التابعين العرض والطلب لهم شكل خطي. شو يعني لهم شكل خطي؟ يعني معادلة من الدرجة الأولى. وهل هي دائما هيك؟ أكيد لا. نحن كثير من الأحيان بتكون شكل العرض والطلب شكل معقد، ممكن معادلة من درجة ثانية، ممكن ياخذ معادلة كسر الحدود أعلى من درجة ثانية. ولكن للتبسيط ليش هي نحن عم نحطها بشكل خطي؟ عم ندرس حالات بسيطة أو للتبسيط بالدراسة نلجأ، لأنه دراستها أسهل بكثير. لانه دراستها تكون اسهل بكثير. ما اجد في مجاهيل اكثر بيكون لا ما شرط، لا مو مجاهيل اكثر، بس لا انا تعبون ما على شكل خطي. انتبهوا، ما اجد هاي ملاحظه خطيره. الشكل الخطي مو معناتها مجاهيل كثير، هذيك اسمها متعدده المجاهيل. بشكل خطي معناتها القوى واحد، يعني كيو واحد، وهون كيو واحد. تقول كيو مربع صار من الدرجة الثانية، كيو خمسة من الدرجة الخامسة. بشكل خطي انه بسيطة. طيب. بشكل خطي ما في قوة. لا يا عينا، خطي ما في قوة. غير خطي في قوة. شو يا عينا؟ صححتي جملتك؟ ايه تمام. إذا عندي تابع سعر العرض وتابع سعر الطلب. تابع سعر العرض حسب عدد المنتجات انا بيكون هو 10 كيو. وهون تابع سعر الطلب. المطلوب ارسم الخطين البيانيين اللي تابع العرض والطلب بدلاله كيو. ولماذا يجب ان تكون كيو اكبر يساوي الصفر؟ اذا هذا معادله مستقيم بنرسمه، وهذا معادله مستقيم بنرسمه. بنشوف نقطه التقاطع هي الحل المشترك اللي راح نشوفه للمعادلتين. طيب ليش كيو لازم تساوي اكبر يساوي الصفر؟ مين بيقول لي؟ كيو هي بتمثل عدد المنتجات. ليش هي لازم تكون اكبر يساوي صفر؟ يعني على الخط البياني ما بيصير ما في عرض وطلب ثالث كامل. يعني ما بيصير يكون عدد المنتجات ثالث، صح يا محمد، هذا الكلام الصحيح. ما بيكون عدد المنتجات ثالث. كيو ما بيصير يكون ثالث، فهون الخط البياني إن هون القيم لها معنى. فما بيصير انا ارسم مستقيم مثل ما بنرسمه بالرياضيات
قد ما مدده معلش، لا هو صار في حدود، صار في قيم منطقية، فالكيو لازم تكون أكبر تساوي صفر، لأنه ما بيصير مثل ما عندنا زميلكم يكون عندي عدد منتجات ثابت، يبقى عم تقول ما بيصير صفر كمان، لا ممكن يكون صفر، ما بيع ما بيع معلش، هي حالة من الحالات اللي أنا ما بيع، بس إنه والله منتج عدد كيو ناقص 2، شو يعني ناقص 2؟ ما نعم مهم. بعدين نوجد نقطة تقاطع بين الخطين لما السعر العرض يساوي سعر الطلب. لا ما بتفهم، ممكن يكون في نقص، لا انا عدد المنتجات سالب، هيك انا عم بقول مو نقص، لا هلا نقطة التقاطع البيانية بين الثنتين بتكافئ اني انا احل المعادلة اس كيو يساوي دي لكيو جبريا. كيو نجمة هي الحل المشترك، هاي غير هاي، شو ناقص جذب مستودعين؟ هون نحن ما عم نحكي جذب مستودعين يا عبد الرحمن، ايجاب العرض المستودعي، جذب المستودعي انه عندك ناقص على هاي، هاي غير هاي، هون عم نحكي نحن عندنا سوق، عندنا عرض، عندنا طلب، عندنا زباين وعندنا شركه. اما شو انت عندك والله ناقص بتجذب المستودعي، هاي شغله قصه ثانيه نهائيا. اوكي اذا هون كانت بتساوي بيناتهم بشكل انه المعادله بحلها بيطلع كيو نجمي اللي هي التقاطع الخطين البيانيين. لما طلعت كيو بعوض بالاولى بعوض الثانيه ببين انه هو شو سعر العرض وسعر الطلب، وطبعا لازم يطلعوا مثل بعض. هي النقطه اللي بيتساوى فيها العرض والطلب اللي بيصير فيها توازن. وراح نشوف شو تفسير انه يكون عندي كيو صفر، شو تفسير انه انا يكون عندي السعر صفر سواء العرض او الطلب. اول شيء جيت رسمت هالمنحنيين، هذا مثل ما انتم شايفين، هذا هيك المحور هيك موجه، صفر اثنين اربعة هيك موجه، هذا الكيو عدد المنتجات، وهنيك انا السعر، السعر جيت ارسمت الخط المقاطع هو الاس كيو تابع العرض اللي هو 10 كيو، فبيطلع مستقيم متزايد، كل ما زاد زاد عدد المنتجات ازداد العرض. عند الصفر صفر عند خدرو كيو 1 بيطلع 10، هاي 1 بيطلع 10 بوصل نقطتين، هذا اول مستقيم. المستقيم الثاني هو تابع الطلب، ناقص 10 كيو ناقص زائد 240. كيف نرسمه؟ نحدد نقطتين مثلا الكيو صفر بيطلع 240، فهي الكيو صفر وين هون؟ هون بيطلع 240 هي النقطة. بختار نقطة أي شيء نقطة كيو مثلا 10، ال 10 بيطلع عند 140، هي ال 10 اجت 140 تقريبا، عندي هالنقطة وعندي هالنقطة بوصل بيناتهم للمستقيم. اللي كنت عم بقوله نقطة التقاطع المشتركة الحل هي حل مشترك للثنتين. نزل النقطة بيطلع عند كيو نجمي يساوي 12، بس قطع السعر بيطلع عند السعر 120. هذا التوازن، إذا أنا بينطلب مني 12 قطعة بسعر 120، هيك معناته. طيب، هون اللي النقطة اللي نبهتوا عليها انه البي الكيو ما بصير سالب، لان احنا بالرياضيات ان هذا المدد وقد ما بدنا هيك وهيك، وهذا المدد وقد ما بدنا المستقيم وهيك، هذا تابع العرض المدد هيك وهيك، نرسم هيك قد ما بدكم بالرياضيات. هلا لا صار يوقف هون عند الحد، هون عند الكيو صفر ما له معنى، الكيو صفر ما له معنى، فاذا طلب منكم رسم ما حدا يرسم لي اياه لانه ما بيكون فهمان شو صاير. فاذا كيو صفر اكبر او يساوي صفر، لانه ما في معنى انه يكون عندك المنتجات اصغر من الصفر. اذا هلا نقطه التقاطع بين الخطين هي لما الاس سعر الطلب يساوي سعر العرض. اذا ما حلها جبريا
بنحل المعادلتين بيطلع كيو النجمي يساوي 12، بنعوض بالتنتين بيطلع طبعا لازم يطلع نفس النتيجه، سعر الطلب وسعر العرض عند هالنقطه هاي كيو النجمي اللي هي 12 تساوي 120، وهي نفس الحل البياني، وشي طبيعي يكون حل البياني مطابق للحل الجبري. شو النقطه اللي هي الكيو يساوي صفر؟ هي النقطه اللي انا ما ببيع شيء، عند النقطة يساوي الصفر معناتها أنا بدي وين أنا النقطة عند كيو صفر هون؟ معناتها تابع الطلب بيكون سعر القطعة 240 وتابع العرض صفر. شو يعني أنا هون تابع الطلب 240؟ هذا أنا بفهمه إنه هو أقصى سعر يمكن يدفع المستهلك هو 240 وحدة نقدية، مقابل انه ما ياخذ منتج، وهي حاله حديه، هي حاله تحديه لا عقلانيه. شو يعني؟ يعني انت كيو صفر بيطلع 240، انا هيك بفهم، هي صفر بيطلع 240 معناتها من اجل ولا منتج بيطلع 240، هي حاله وهميه. فاذا بدكم المضبوط هي هالنقطه هاي كمان لازم نستبعدها، يعني ولا مقابل ولا شيء بده يدفع 240، ولكن انا باخذ منها فكره يا شباب انه انا الحد الاعظم من ممكن يدفع الزبون هو 240 وحده نقديه. 240 وحده نقديه. فاذا نتخيل انه الظاهره تقترب الكميه من الصفر بان السعر يصل 240، هذه هي الفكره. يعني لذلك النقطه صفر انه كميه الانتاج عدد المنتجات صفر والسعر 240 هي حاله وهميه افتراضيه غير موجوده، ولكن الرياضيه شلون نحن بنحلها؟ بنقول عندما تتذكر النهايات، عندما تقترب الكميه من الصفر فان السعر يقترب من 240، هي رياضيا. فاكبر اكبر سعر اعلى سعر ممكن يدفعه المستهلك هو 240. هلا لما الاس لما كيو صفر بيكون سعر العرض صفر، شو معناتها؟ معناتها المصنع مستعد يعرض المنتجات تبعيته بقيمة صفر بكمية صفر. شو يعني كمية صفر بقيمة صفر؟ كمان وهمية ما لها معنى. ما له معنى. فلذلك نحن بنقول لما تقترب الكمية من الصفر فأن سعر العرض يقترب من الصفر. هذه هي. هلا شو تفسير المعنى او المعنى الاقتصادي لما السعر عند اي منتج صفر او السعر الطلب او العرض عند اي منتج صفر؟ هلا السعر بالحالتين هو صفر بيعبر انه انا قامت عم اتقاطع مع المحور الافقي. قامت عم يكون السعر صفر لما انا عم اتقاطع مع المحور الافقي. قامت سعر الطلب بيتقاطع مع المحور الافقي، اذا مددنا سعر الطلب هون راح يتقاطع عند نقطة 24، وإنما هون بيتقاطع مع المحور الأفقي عند الصفر. نرجع. هون بيتقاطع إذا مع الطلب مع المحور الأفقي عند النقطة 24. اللي هي بتقابل أقصى كمية ممكن يشتريها الزبون هي 24 قطعة حتى لو أعطيته إياها ببلاش. وهون هن بناخذ طاقة الإشباع للسوق. ماركت ساتوريشن، انه نحن بنقول السوق اشبع. انا عم اقول له قامت انا سعر الطلب بعرض لك اياه بصفر عند قامت عند كميه 24، اللي بفهم انه هي اقصى كميه ممكن يشتري الزبون حتى لو عرضت عليه بالصفر. وهون طاقه الاشباع تبع السوق. يعني بمعنى انه ما في ممكن يستقبل السوق، ما بيمشي الحال لتصريف منتجات اكثر من 24 منتج. هيك معناتها. هلا شو سعر العرض صفر لما الكيو صفر؟ يعني اقصى كميه ممكن للمصنع انه يعرضها بسعر صفر هي صفر. وطبعا ما في مصنع بيعرض منتجاته بسعر مجاني. هيك التفسير طبعا.
هذا أول حالة درسناها. ما بنصنع أكثر من 24، تمام، يعني طاقة السوق 24 ساتوريشن، يشبع السوق ب 24 منتج. فأنا بروح صنع 30 و40، رح يصير في كسل عندي. مين عنده سؤال على التمرين؟ كثير مهم، بسيط وحلو، بس في كل التعابير اللي بدنا نحكيها عن قوام العرض والطلب. واضح مفهوم؟ تمام. ناخذ تمرين ثاني. عم نقول تابع الطلب ليس له شكل خطي، شو يعني ما له شكل خطي؟ هذا الشكل مو خطي، مين سألني هلا من شوي عن انه خطي ولا مو خطي؟ هذا مو خطي. ويكون في مربع فوق كمان بيطلع مو خطي. منحني. من شفنا قوى ماذا صار غير خطي؟ من شفنا المتحول صار بالمقام ما هو خطي. حتى لو كان متحول بالمقام ودرجة واحد ما بيطلع خطي. اوكي. عندي مثلا احد التجار، احد الشركات نقول عم يقدر انه راح يستورد، مثلا مستوردي الشاي، ان الاستهلاك او الطلب خلال الفترة القادمة، عم احكي فترة قادمة، كيو بي 5000 على بي مربع. شو هي كيو؟ كمية ممكن استهلاكها كتابع للسعر. البي هو السعر، شايفين؟ البي هو سعر كيلوغرام بالدولار. اذا عندي احد المستوردين الشاي بده يستورد كمية من الشاي، وقدر انه هو عم يستورد، معناتها راسم خطة الزلمة لقدام، عم يقول انه انا كمية الشاي اللي ممكن نستهلكها مستقبلا تاخذ المعادلة هذا التابع هذا. بي هو السعر الكيلوغرام بالدولار، والكمية اللي ممكن استهلاكها كتابع للسعر هي 5000 على بي مربع. هو كمان عم يتوقع انه يتطور سعر الكيلوغرام اسبوعيا وفق الصيغة الآتية. يعني كمان السعر هو تابع للزمن، انه كل ما زاد الزمن حسب بأي لحظة انا عم شوف بيع. السعر باللحظة صفر، عوض في صفر، بيطلع 10. السعر باللحظة صفر هو 10 كيلو، 10 دولار لكل كيلوغرام. اوكي؟ الوحدة الزمنية وفقها هون في هي اسبوع، اسبوعين، الاسبوع الثالث، الرابع، الخامس. كل ما زاد الزمن هي هيك هو متطور، لأنه سعر مو ثابت. فكل ما زاد كل ما بعد اسبوع راح يكون سعر شيء، بعد اسبوعين سعر كذا كذا وهكذا. اذا هو قدر انه كميه الانتاج او الاستهلاك راح تكون بهالشكل. الكيو كميه الانتاج اللي كميه الاستهلاك، والبي هو السعر، والسعر ار هو تابع للزمن. باي لحظه انا عم بيع راح يكون في سعر. واحد لازم يتعلم نحن كيف بنعبر عن تابع الطلب للاستهلاك لغايه الزمن. مين بيقول لي اول طلب شو هو؟ اشرحوا لي يا شبح اذا صعب عليك. عبر عن تابع الطلب او الاستهلاك المتوقع بداية الزمن. شو بنعمل؟ نجم المعادلتين زين. حلو يا ريش. نضرب بالزمان وعريج وبشار كمان بندمجهم. اوكي اوكي اوكي. اذا بنعبر عن تابع الطلب اللي هو كيو بداية الزمن. طيب ما كيو هو بداية البي، والبي بداية الزمن، بس بنعوض محل البي هالمعادلة بالمقام. تمام. اول ما سعر كيلوغرام الشاي في اللحظة الحالية تي صفر. تي صفر عوضه هون تي صفر، بيطلع سعره هلا حاليا 10 دولار. شو الطلب المتوقع على الشاي حاليا؟ عوضه ب 10 هون بيطلع معي كمية 5000 على 150، تمام، كمية 50 كيلو غرام. ما السعر المتوقع في الأسبوع العاشر؟ تي 10 هون، تي هو أسبوع، بنعوض 10 وبنحسب باللانهاية، بنخلي الزمن يسعى للانهاية. رح نشوف كيف هلا. في شيء مو مفهوم على كفكرة؟
واضحين. عم نقول نحن كيو هو 5000 على كيو مربع، تابع السعر حسب، اذا تابع الطلب حسب السعر والسعر حسب الزمان. طيب شو الطلب حسب الزمان؟ 5000 على البي مربع، نعوض البي تابع الزمن، خلص باللحظة تي صفر نعوض، فبيطلع بي باللحظة صفر 10 دولار لكل كيلوغرام. نستبدل تي بيتابع الطلب هون، فبيطلع 5000 على 100 بيطلع 50 كيلوغرام. هلا بنشوف يعني ناس. إذا المقام صفر بيطلع الجواب صفر، طلب 50. ما بعرف شو هلا إذا إذا المقام لا نهائي بيطلع الجواب صفر، إذا طبعا تي تسعى للا نهائي بيطلع هلا رح نشوفها صفر. هلا بالأسبوع العاشر بنعوض تي 10، بنعوضها بالمعادلة بيطلع معي 25 دولار لكل كيلوغرام سعر. بنعوض بالمعادلة الكونية 10 فبيطلع معي تقريبا 8، 5000 على 625 بيطلع 8، انا بدي 8 كيلو غرام. بعد فترة طويلة جدا يعني لما تي شو يعني هلا حتى لو ما قلت لكم انا لما تي تسعى للنهاية، عم قلت لكم سعر الطلب المتوقع بعد فترة طويلة جدا. هيك بيقولوا بالاقتصاد، بس نحن رياضيا معناتها تي تسعى للنهاية. هلا بتابع الزمن لما تسعى للنهائي معناتها السعر بيروح للانهائي. طيب واذا عوضته بالكميه عدد على كميه بيطلع للصفر. اذا بصير الكميه اللي ممكن تنباع صفر بسعر لا نهائي. يعني شو معناتها؟ لما السعر بيصير كبير كثير بيصير الاستهلاك صفر. لما الزمن بعد فترة طويلة جدا لما تيجي تسعى للانهائي بصير سعر كبير لا نهائي، يعني كبير جدا. والكمية تسعى للصفر. إذا بصير بيعلى السعر كثير 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 والكمية ما بيعود تنطلق، قريبة للصفر، تسعى إلى الصفر. بيانيا إذا رسمنا الـ PT اللي هو معادلة البرشتانية بيطلع هالشكل، تابع طلب الـ QT بيطلع من هالشكل، تقاطع من هون. إذا بدي أشوف تقاطع. وعم شوف انا هون انه انا هون الزمن باللحظه صفر انا السعر 10 كيلوغرام 10 دولار للكيلوغرام وممكن بيع 50، ما هيك طلع معي؟ انا باللحظه صفر طلع معي السعر 10 كيلوغرام 10 دولار للكيلوغرام وبدي 50 كيلو. هاي باللحظه صفر السعر 10 دولار للكيلوغرام وبدي 50 كيلو. لما تي 10 هذه معناتها هون انا بدي شي 8 كيلو تقريبا، بس بسقط على المحمي قد ايه بيكون السعر اللي هو اللي عند ال 10 قلنا شي 25، قد ايه قلنا عند 10 لازم 25 تماما اللي هي بتطلع من هون 10 اسقطه من هون واسقط لهون 25 تمام. لما تيجي تسعى للنهاية هون فالسعر عم يسعى للزائد للنهاية والطلب عم يصير صفر، شايفين المقاربات؟ إذا لما تيجي تسعى للنهاية هذا هون صار بعد عدة أسابيع كبيرة، بعد سنة مثلا سنتين، شو بصير؟ تابع الطلب عم يقترب من الصفر، ما عاد حدا يطلب ولا المنتج. شو السعر عم يصير باللانهاية عم يزداد، يصير سعر المنتج كثير كبير وما حدا يطلبه. هيك معناه. كل شيء بيجي يا عبد الرحمن، ليش حتى ما يجي يعني؟ عبد الحكيم عم يقول ليش ارقام اليمين اليسار؟ مثل ما بدك تعملها. ما بيجيك رسمه، او بنلاقي لك طريقه ترسمه، لا تخاف. عبد الحكيم عم يسال ليش ارقام اليمين اليسار؟ اوكي فيك ترسمها من اليسار لليمين، مثل ما بدك. فيك ترسمها هيك. هذا تابع الزمن وهذا التوابع مثل ما بدك، انا احنا هون موجهينها هيك وهيك، فيك توجهها شغله ثانيه ما لها علاقه، بس هذا الزمن شو بصير؟ بصير يطلع هيك وهذا بينزل هيك، النظير تبعه هذا تابع الطلب هذا
قلنا للهدايا. تمام يا عبد الحكيم؟ مين عنده سؤال لحد الآن عن ثواب العرض والطلب؟ مين عنده سؤال عن ثواب العرض والطلب؟ خلصنا ثواب العرض والطلب، هاي خلاناها تمرينين بالتخصيص. تمام. هلا ننتقل لتوابع توازن الدخل القومي من الدرجة الأولى، راح نشوف شو هو الدخل القومي وشو الدرجة الأولى كمان إنه هي معادلة مستقلة. محضرين هلا جزء تبع الدخل القومي، مين محضره؟ في ناس محضرته، تمام. مين محضره كمان؟ خليج، برافو. كريم. مين كمان؟ ربع شوي. هلا هون بالرياضيات ما في شيء اسمه شوي، يعني مطلع عليه هيك كانك عم تقلي بوست فيسبوك. بده يحضر، بده يمسك ورقه وقلم دائما بعيده ويحل يفهم ويحل تمارين لحتى يكون حضر، انه هيك بطلع منيح ماشي الحال، بس يعني قريب ينتهي للصفر. هذا زمن القاربة الرياضية المطلع هيك شوي بيقوم ينتهي للصفر، يعني قريب من الصفر. هلا يا هبة حضرته بس ما واضح معه منيح، هلا رح نرجع هون وشوفي شو السؤال بتسألني كونه انت او اي واحد من رفقاتي. مو محضر كمان، في ناس محضره ناس مو محضره. طيب هلا عملت سوا الاقتصاد الكلي والجزئي، الميكرو ايكونوميكس والماكرو ايكونوميكس، انتم راح تدرسوه، في منكم بجوز درسوا او هلا مسجلتوا او راح يدرسوا. بيحكوا بنهتم ساعات نحكي عن الاقتصاد الكلي، بنهتم بالدخل القومي، بنهتم بحجم الانفاق الكلي، بنهتم بتقدير الاستهلاك الكلي، بنهتم بالادخار الكلي. اذا بصير في واحد على مستوى الاقتصاد الكلي عم نحكي، فبصير في عندي استهلاك، ادخار، انفاق، بصير في عندي ضرائب، بصير في عندي دخل قومي، كل هالمفاهيم هاي لازم تكون بذهننا. نرمز عادة للواي هو الدخل القومي. فتابع الاستهلاك ودلالة الدخل القومي هو سي تابع للدخل القومي، شو معناتها؟ وتابع الادخار هو اس هو جي لواي. يعني اني انا بستهلك حسب دخلي وبدخر حسب دخلي. الراتب عالي بيستهلك كثير وبيدخل كثير حسب الواي اللي هي الدخل القومي، وممكن يكون الادخار صفر انه انا يا دوب الدخلي عم استهلكه، وممكن يتبع لمعادله الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه وهكذا. هلا عادة بيزداد الاستهلاك والادخار مع تزايد الدخل القومي، مثل ما كنت عم احكي، كل ما كان الدخل كبير بنستهلك اكثر وبندخل اكثر. طيب كل واحد يسعى حاله، اذا عم يشتغل ولا موظف، كل ما حصل الواحد مصاري زياده بصير مصروفه اكبر وبصير كمان يدخل اكثر. هلا رح ندرس نحن من الدرجه الاولى، يعني تابع الاستهلاك خطي بالنسبه للدخل، يعني سي تابع لواي، يعني هو من شكل اي واي زائد بي. الاي والبي بيكونوا موجبين لا يساوي صفر، اكبر تماما من الصفر، هيك التابع اللي نحن رح نهتم فيه. البي هون هي الحد الادنى للاستهلاك عندما يكون الدخل صفر، لما الدخل صفر الواي صفر شو بيكون الاستهلاك بي؟ يعني حتى بمعنى انه انا حتى لو ما كان عندي دخل انا بدي استهلك، في واحد يعيش حتى لو ما كان موظف، حتى لو ما عم يشتغل حر، حتى لو ما حدا اعطاه مصاري، في يضل عايش اذا ما استهلك، في حد ادنى بده يعيش. اذا هذا البي هو الحد الادنى للاستهلاك عندما يكون الدخل يساوي الصفر، اي الاستهلاك المستقل عن الدخل. انه انا جاني مصاري قبضت ما قبضت كذا بدي يعيش، بدي اشتري خبز، بدي ادفع حق المي، حق الكهرباء، حق الهاتف، حق الاكل، مو هيك؟ طيب بينما تمثل ايه؟ شو بتمثل؟ معدل تغير الاستهلاك عندما يتغير الدخل. انه هون الاي هي ميلها المستقيم، انه كل هاي العلاقه بالواي. انا بدي استهلك جزء من هالدخل. الاي هي معدل تغير الاستهلاك حسب الدخل.
والاي عدد لما تكون من صفر للواحد، شو يعني من صفر للواحد؟ اكبر تمام من صفر واصغر تمام من واحد، يعني هي لما تكون واحد معناتها انا مستهلك كل شيء عم جيبه وزياده اللي هو البي، وصفر معناتها انا ما عم استهلك شيء غير من حد الادنى. وهون انا عم شو عم بقول؟ عاده يعني المنطق هون عاده A من صفر للواحد، والبي هي موجبه مثل ما قلت هون، لاني انا استهلاكها حتما موجب والاي موجبة. اذا هذا السلايد لازم يكون واضحين كل المفاهيم عنه. عندي دخل قوم واي، انا بستهلك كتابع للدخل قد ما بيجي لي مثل استهلك، وانا بعمل ادخار سيفينج حسب انا شو بيجيني دخل. لا ما ممكن تكون اكثر من واحد عاده اعمل لك. هلا اذا بدك تحكي انت يا عبد الرحمن، عم تسالني زميلكم عبد الرحمن، ممكن تكون الاي اكبر من الواحد؟ عاده لا، عاده لا، ولكن انت بالمنطق الاقتصادي لا، ولكن اذا بدك تحسبها انت رياضيا حط 10، انت بيكون هذا خارج. يعني انت اذا حطيت اكبر من واحد حط 2 مثلا، معناتها انت عم تستهلك ضعفين ما تدخل، عفوا ضعفين الدخل وزائد، هيك انت معناتها. هذا عاده ما بيكون. سي مثلا بدك تاخذها 2 واي زائد 10، معناتها انت شو بيدخلك بتستهلك قده مرتين وعشرة. هذا ما بيزبط هيك عادة، مو هيك يعني، ما بتنطبق عليها القوانين الاقتصاد. تمام. شو هني دكتور الجي والاف؟ الجي والاف هني توابع يا بشار، بشار سي هو اف لواي تابع لواي، مثل هون سي تابع لواي يعني هو له معادله بدلاله الواي، والاس هو جي لواي تابع ثاني، بس هيك يا بشار. تمام تمام هلا رح ندرس عده حالات ونميز فيها حسب الدخل القومي. مثلا الدخل القومي موزع بين الاستهلاك والادخار فقط، هو اسمه نموذج ادخار استثمار. يعني انا الواي هو سي زائد اس، هي حاله بسيطه انه انا اللي بدخله بوزعه استهلاك وادخار، جزء بستهلكه وجزء بدخله، فبيكون الواي هو سي زائد اس. فاذا كميه الادخار اس من هون هي واي ناقص سي، اللي هي قد ايه بتخلي ناقص قد ايه بتستهلك. فاذا كان التابع للاستهلاك هو من هالشكل، فتابع الادخار بيكون من هالشكل هذا نفسه، بس معوض واي ناقص ايه. هي تسمى النزعه الهامشيه للاستهلاك، ايه هي النزعه الهامشيه للاستهلاك، نفس الشيء تم شغل. والواحد ناقص ايه النزعه الهامشيه للادخار. إذا أنا عم أحكي يا شباب ويا صبايا بالسي اللي هو استهلاك، أوكي، فالأي هي النزعة الهامشية للاستهلاك، وإذا أنا عم أحكي بالإس اللي هو الادخار، فالواحد ناقص إيه هو النزعة الهامشية للادخار، إذا هو ميلها المستقيم، هون إيه وهون واحد ناقص إيه. اسمها النزعة الهامشية سواء للاستهلاك أو للادخار، حسب أنا وين عم أشتغل. دوما مجموع واحد و A وواحد زائد A دائما واحد، حتى في حال توابع غير خطية، هاي رح تضل موجودة معنا حتى لو كان توابع غير خطية، يعني ما من هالشكل A و Y زائد A. هلا إذا أنا قلت في حال وجود حجم محدد من الاستثمارات، صار عنده استثمار I نجمي حجم محدد من الاستثمارات، فالدخل القومي شو بصير؟ الدخل القومي سي زائد اي نجمة. اذا صار انا عندي استثمار، فانا قد ايه بستهلك وقد ايه بستثمر، معناتها انا هون منع من الدخل. اذا سي هو اي واي زائد بي، فبتكون عندي سي اي واي زائد بي، وعندي الواي هو سي زائد اي، معادلتين مشغولين هن السي والواي بحسبهم، وبشوف انا من هالمعادلتين
قد ايه انا عميش يوصلني دخل وقد ايه انا عم استهلك هذه. ناخذ مثال شو ممكن يكون ثلاثي، ايه ممكن يكون ثلاثي. صار لي هالحاله بدك انت معادله ثلاث معادلات وثلاث مجاهيل. انت صار عندك واي هو سي واس واي، الواي هو سي اس واي نجمي. صار بدك معلومه زياده حتى تحلها. نحن دائما بنحل عدد المجاهيل يساوي عدد المعادلات، وممكن يكون اكثر من هيك. هلا مثل ما راح نشوف عندي السي هو يتابع الاستهلاك من الشكل 0.8 وزاد 5000. شو قيمة النزع الهامشي للاستهلاك وللادخار فورا؟ الشكل العام للاستهلاك هو سي يساوي اي واي زائد دي. النزع الهامشي للاستهلاك هي الميل اي، فهي هون 0.8. اما الادخار هي 1 ناقص 0.2 مباشرة. ممكن يصير يجيب تطبيق مباشرة. هلا بندرس حالة وجود انفاق حكومي، لأن يعني القصة مانها بسيطة بالاقتصاد. يعني مو هي شغلة والله قد ايه بيجيني وقد ايه بصرف، قد ايه بيجيني قد ايه بصرف، قد ايه بدخل، قد ايه بقوم بستثمر، قد ايه بياخذوا مني ضرائب، قد ايه في دخل انفاق حكومي، قد ايه كذا قد ايه كذا. هلا مثل هون السؤال يا عبد الرحمن اللي سألتني انه ممكن يكون، وممكن يكون هالشكل هو سي زائد اي زائد جي. شو يعني؟ الدخل القومي هو تابع للاستهلاك، تابع للجي الانفاق الحكومي، وتابع للاي اللي نحن هلا شفناها الاستثمارات. طيب اذا ممكن يكون ثلاثي. هلا بنحن حالي ممكن يصيروا اربعه اذا بدك. هلا نجم انفاق حكومي ثابت جي نجمي، من حطينا نجمي عموما نحن عم نقول ثابت، مثل هنيك حطينا استثمار ثابت. مثل هون اذا انفاق حكومي ثابت جي نجمي، استثمارات ثابتة اي نجمي، فشو بيكون الواي؟ سي زائد اي نجمي جي نجمي. يعني شو ثابت؟ يعني انه هون 150 5000 اللي هو رقم، يعني ما له تابع لمعادلة، ثابت رقم. هلا علينا ان نخفض الدخل القومي للعائلات من مقدار الضرائب تي، فيصبح الدخل القومي الجاهز لانفاق العائلات ويرمز له بالرمز واي دي. شو يعني؟ انا الدخل القومي اللي بيجيني عليه ضرائب، اوكي، عليه ضرائب تي. فاذا الدخل الجاهز الصافي لنقول اللي بيوصل للعائلات هو واي دي اللي بين ايديهم، هو قد ايه بيدخلهم دخل قومي ناقص الضرائب. وبهالحالة بيكون الاستهلاك هو A Y D زائد D. عادة لما تكون ضرائب ثابتة ولا تكون تي نجمي، كمان ممكن تكون الضرائب هي الدخل القومي ثابتة تي نجمي، أو متغيرة مع جزء من الدخل القومي بتاخذ هالشيء هاي. مثل ما هلا كمان أحيانا نحن نشوف إنه الضرائب بيقولوا لك هي نسبة من الراتب هي كذا، وممكن تكون ثابتة. أنا بقول لك باخذ منك 5000، انا لا انا باخذ منك 2% من قد ايه عم يدخلك دخل قومي. اذا الضرائب ممكن تكون ثابته وممكن تكون متغيره. تي هاي صغيره ما له زمن، هاي انتبهوا هاي تي ما له زمن. نسبة الدخل القومي الخاضع للضريبة. وبالتالي التي كبيرة هون هي تي واي زائد تي نجمي. هيك حتى اذا الضريبة هي نسبة من الدخل زائد كمية ثابتة. اذا هي تركيبة، تركيبة خطية، انه اذا دائما هي الضريبة في جزء ثابت وجزء متحول متغير حسب الدخل، بيزداد مع تغير الدخل. هلا هالامور هاي اذا بدكم هي شرحها تفصيلي رح تشوفوها بالاقتصاد الكلي والجزئي. رح تشوفوها اكثر من هون. حالة وجود استثمارات مرتبطة بفوائد. صار الواحد هون صار بده يعمل استثمارات، بس هالاستثمارات لها فوائد.
حجم الاستثمارات اي مرتبط بمعدل فائدة ار، فالاستثمار اي هو سي ار زائد دي. شو السي؟ سي سالب والدي موجب. هلا بنضيف هالعلاقة للعلاقات السابقة، واي هي سي زائد اي، اذا الدخل هو الاستهلاك زائد الاستثمار. الاستهلاك شو علاقته والاستثمار شو علاقته؟ شايفين؟ صار عندي ثلاث معادلات باربعة مجاهيل. هسه بدي معادلة بتنفذ على اللي حكاه زميلكم عبد الرحيم او عبد الرحمن. انا دائما بدي عدد معادلات تساوي عدد مجاهيل لحتى احله. هون صار عندي ثلاث معادلات وثلاث مجاهيل. هسه بدي معادلة حتى عندي اربع مجاهيل، هن الواي والسي والاي والار. واي سي اي والار. هسه بدي معادلة لحتى اعرف حلهم. ثلاث اربع مجاهيل بدون اربع معادلات. اوكي، هلا هون بيجي شطارتنا نلعب بالامور الرياضية. هلا اذا استبدلت انا 2 بواحد بدنا مثلا نحاول نحدد واي بدلاله الار. استبدلنا 2 بواحد السي معي، فشو بصير الواي؟ الاي الاي هي واي ناقص سي، الواي ناقص سي هاي، فبصير الاي هي 1 ناقص اي واي ناقص بي. كان بس لعبوا بالاولى والثانيه عوضوا 2 بالواحد بيطلع معكم الاي هي هالشكل هاي اللي هي المعادله الرابعه. هلا اذا جيت سويت المعادلتين الثالثة والرابعة، هلا هو مو حل وحيد يا ناس، يعني مو شرط ان احنا عندنا هالمعادلات نلعب فيهم بحيث نحلها. هلا بنساوي المعادلات ثلاثة واربعة، هاي اي وهاي اي. فاذا سويت الاي مع الاي بصير معي سي ار زائد بي يساوي هاي، واحد ناقص اي واي زائد ناقص بي. هلا منا بنحصل على العلاقة بين الدخل القومي ومعدل الفائدة من المعادلة 5. شلون؟ من هون انتو الواي شو بتساوي من هون؟ بنقله كله على الطرف الثاني، معناتها هاي سي ار زائد بي دي، سي ار زائد البي دي على واحد ناقص اي. هذه هون نحن حسبنا الدخل القومي حسب معدل الفائدة ار. فلاحظنا انه حجم التوازن بالدخل القومي هون واي يختلف من اجل مستويات مختلفه لحجم الفوائد. نعم، اذا الدخل القومي تابع لار طلع من الدرجه الاولى، والار هي معدل الفائده. معدل الفائده اللي هو حسب المرتبطه فيها الاستثمارات. اذا شايفين احنا عم نحاول نربط هالمعادله المفاهيم الاقتصاديه بمعادلات وبعدين نحلها رياضيا. بس انتبهوا ساعة نحل رياضيا مثل ما صار معنا من شوي بدي المعادلات لها معنى. يعني هون صار في عندي الارقام والمعادلات لها معنى، يعني مثل شفنا كمية الانتاج ما لها معنى تكون سالب، وبالتالي مرفوض حدا يرسم لي اياها سالب. لذلك هون عم نحكي عن الرياضيات مخصصة في علوم الادارة والاقتصاد فلها معنى. رح ناخذ التطبيق. عندي السي هو تابع للاستهلاك تابع للادخار. عندي الاستهلاك تابع للدخل القومي، عفوا السي هو الاستهلاك هو 0.9 واي زائد 25. عندي الادخار اس هو كيف بنحسبه؟ هو واي ناقص سي، مو هيك؟ قد ايه انا بيوصلني ناقص قد ايه بستهلك. الدخل ناقص الدخل القومي ناقص الاستهلاك. اللي هي واي ناقص سي ناقص هاي، فبيطلع من هالشكل هذا. طلع الاس الادخار من هالشكل هذا، وبالتالي له شكل خطي. اذا هذا رسمنا الاس بدلاله الواي، عم نرسم نحن الادخار تتابع خطي للواي. المحور الافقي هو الواي والشاقولي اس، بيطلع من هالشكل هذا. كيف بنرسمه؟ دائما اذكركم مشان ما بيعرف يرسم مستقيم، وهذا ما عاد بدي اشوفه ما حدا يرسم مستقيم. حطوا نقاط، إذا الواي صفر هذا الواي صفر، يعني وين بيتقاطع مع الاس شو بيكون ناقص 25؟ هذه الواي صفر هون، هذه
وين المحور الشاقولي؟ ناقص 25 هنا. هاي اول نقطة. رجعوا. طيب اذا الاس صفر، الاس صفر معناتها امتى بيقطع المحور هذا؟ بيطلع الواي 25 على 0.1 يعني 250 هذه هي. نقطتين بيوصلوا لي مستقيم، هذا هو المستقيم. قد ايه عم يزداد الدخل؟ قد ايه عم يزداد الادخار؟ ولكن وفقا نسبة معينة هي الميل هو 0.1. هلا اذا بدنا نحكي انه ندخل نحن الادخار والاستهلاك والاستثمار، هنيك شو عملنا؟ بس ادخار واستهلاك، عندك الواي سي اس. طيب هلا اذا عندك استثمار، هنيك ادخار واستهلاك. هون ادخار واستهلاك واستثمار معناتها في عندي اي. عندي سي الاستهلاك تابع للواي للدخل، حجم الاستثمار ثابت عم يقولوا لي هو 10. شو قيمة الاستهلاك والدخل الإجمالي الذي يحقق التوازن بين الدخل الإجمالي والإنفاق الإجمالي؟ طيب عندنا الواي هو الدخل القومي هو الاستهلاك زائد قد ايه أنا بستثمر، فأصبح الواي هو سي زائد 10 لأنه الأي النجمي هي 10. معادلة الاستهلاك هون شو الحل المشترك لهذه المعادلتين؟ سواء بيانيا او خطيا جبريا. الواي هو سي زائد 10 معوض سي هون فبيطلع 0.7 واي زائد 40، فالواي 100. ابدا هي قيمة الدخل الاجمالي عند التوازن. قد ايه الاستهلاك؟ عوضه هون 100 يساوي سي زائد 10 فسي 90. هذه هي. وإذا استخدمناهم بيانيا نقطة التوازن هي التقاطع. فبيطلع هون 100 وهون تقريبا 90. هلا حالة توازن قومي حالة وجود انفاق حكومي. الانفاق الحكومي هو جي. وعندي اي. وعندي التي. التي اللي هي الضرائب. اذا صار عندي ضرائب، عندي استثمار، عندي انفاق حكومي، وعندي استهلاك. يعني هون عم نحاول نحن نشمل عدة بارامترات سوا. المطلوب نحسب عند حساب مستوى التوازن للدخل القومي، يعني نحسب الواي. هلا هون نحن بنرتب معادلاتنا يا عبد الرحمن. برافو عليك. أول شيء نحن بنحاول نضبط معادلاتنا اللي عم اللي نحن بنعرفها. الواي هو سي زائد اي زائد جي. صحيح. الدخل القومي هو استهلاك زائد استثمار زائد شو؟ زائد انفاق حكومي. الاي 10. الجي 15. صح. السي هي 0.7 واي دي زائد 90. الواي دي الواي دي شو هي لنا؟ هي الواي ناقص سي. يعني الدخل القومي الواي دي هي الدخل اللي بيوصل العائلات اللي بيوصل للفرد، والدخل القومي كله منشور منه الضرائب مشروحه قبل سلايدين. تماما يا عبد الرحمن. ضرائب. والضرائب شو هي؟ معطاي 0.1 واي زائد 40. شايفين صار عندي ست معادلات. ست معادلات وست مجاهيل. خلصت القصه. هلا هون صار بدي استبدل ست معادلات ست مجاهيل، انحلت خلص ما عاد عندي مشاكل. هون صار بدنا نستبدل قيم بعضها لحتى نحلها، مثلا نستبدل الجي والاي هون 15 والاي 10 وين؟ في الواحد. فصار الواي هي سي زائد 10 زائد 15 يعني سي زائد 25. طيب نستبدل المعادله 60. الواي دي هي واي ناقص تي، التي شو هي من هون بجيبها؟ انكتبت الواي دي بدلاله صححنا المعادله يعني. بعدين بستبدل الصيغة 8 بالمعادلة 4، هاي اللي وصلت لها بال 8 بستبدلها بال 4. سي 0.7 واي دي، هاي هي واي دي، زائد 90 بظبطها. عم اكتبهم كلهم بالواي. بحل المعادلتين 7 و9، هاي التسعة اللي وصلت لها، وهاي السبعة اللي أنا أول شيء عندي اللي هي سي زائد 25. الواي هي سي زائد 25 7، وهي نفس الوقت 0.5 وين 9 هي 0.63 واي زائد 118.
هاد يساوي هاد كلياتها بالواي، هاي المعادلة 10. بنحلها بيطلع الواي 386 و هلا هون هي عملوا لنا المبالغ كلها بالمليارات، الليرات السعودية مثلا، وهي قيمة الدخل القومي الذي يحقق توازن مع الإنفاق. إذا الدخل القومي بيحقق لي توازن بين هالكل. دائما أنا عم ببرم على نقطة التوازن، يعني أنا لازم أوازن بين الدخل، بين الاستهلاك، الاستثمار، الإنفاق، الضرائب. وقت كنا عم نحكي عن توابع العرض والطلب، نوازن بين العرض والطلب، يعني لازم دائما أنا بدي أحاول أوصل نقطة التوازن، وإلا ما بيمشي الحال. تنهار الأنظمة الاقتصادية، أو تفشل الشركات إدارة المبيعات تبعها. إذا وصلت للواي، هلا أي شيء بدي إياه بطلعه. إذا معي الواي طلع قد إيه الضريبي، معي الواي طلع قد إيه الواي بي، طلع السي، طلع الكل. هذا هو اللي خصص محاضرتنا، هذا هو اللي كنا حابين نتعرف عليه بهالجلسة. عبد الرحمن عامل لي في رسمي؟ ارسمها. لا ماني راسمها انا، بس ارسمها. بدك ترسمها ارسمها، شو بدك ترسم؟ لا ما وصلت معقدي، كلها معادلات مستقيمات يا عبد الرحمن. ما انا معقدي، كلها مستقيمات، يعني انت خود اي شيء وفيك ترسمه. راح نحاول نرسم لك كم واحد، ما بعرف كيف بيطلع المستوي، بس انت خود اللي انت بدك اياه. حسب نحن شو بدنا نرسم يا عبد الرحمن. اذا بنرسم الاستهلاك بدلالة الدخل القومي، اذا هذا هو الدخل وهذا هو الاستهلاك. الدخل صفر بيطلع 118، هذا النقطة 118. طيب إذا السي استهلاك صفر شو بيطلع الواي؟ يعني هون بده يطلع. إذا أنت قول الواي واحد، عند الواي صفر هون طلع 118، هاي النقطة الواي صفر 118. طيب عند الواي مثلا واحد، مو الواي واحد، خذ الواي 10 هون، بيطلع 10 ضرب هاي 6 و124. إذا أخذنا هون 10 لنقول هاي 10، بيطلع بعدها فوق 124، بيطلع هون هاي النقطة، بنوصلها فبتطلع هاي. هذا هو المستقيم، وهكذا. في سؤال قبل ما ننتهي نحل بعض التمارين؟ واضحة الأمور؟ طيب نيجي على الفصل الثاني من الكتاب، هو التوابع الصحيح من الدرسين والأوتانية. دائما بنصحكم ترجعوا وتطلعوا عليه وتدرسوه منيح، تدرسوه منيح. في شرح كافي وفي تمارين محلولة كتير، في بعضها أنا عرضته، في بعضها ما عرضته، لانه ما كان عارف كل شيء. اللي عنده سؤال بيسالني، حضروا لحتى نتجاوب ونتفاعل مع بعض بالجلسه. نهايه كل فصل في مجموعه من التمارين لازم الواحد يحلهم لحتى يعزز امكانياته. اذا في اسئله وفي منها صح وخطا، لا تستهونوا بالصح والخطا، لا تستهونوا بالصح والخطا. هاي الصح والخطأ هي ممكن تجي منها وممكن تعزز إمكانياتكم. يعني التكاليف الكلية هي التكاليف الثابتة ناقص التكاليف المتغيرة، صح ولا لا؟ مثلا
تكاليف الكليين، التكاليف الثابتة أو التكاليف المتغيرة، صح ولا خطأ؟ ماريو صح، ماجدة صح، صح مروان خطأ، كله صح. ليش انت يا مروان خطأ؟ ويا عريج ولا يا عريج. يا جماعة نحن قلنا خطأ، لأنه التكاليف الثابتة زاد التكاليف المتغيرة. شو بكون؟ شو بكون؟ شو بكون؟ يعني حتى الواحد لو مو دارس كل هالمقرر، تكاليف، في تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة، واضحة لنا يا جماعة. حل مشكلة سعر التوازن في سوق منتج ما هو حل مشترك لمعادلتي العرض والطلب، صح ولا لا؟ صح. تابعي العرض والطلب هي دوما توابع خطية وتمثل بمستقيمات مهما كانت طبيعة المنتجات، صح ولا لا؟ خطأ. خطأ. إن نحن عم ندرس توابع خطية للسهولة، أما هي بجوز بحياتها ما كانت خطية. عادة ما يزداد الاستهلاك والادخار على المستوى الكلي مع تزايد الدخل القومي، يزداد الاستهلاك والادخار. صح. عادة عم نقول. وهكذا بنشوف الباقي. في عندي أسئلة متعددة الخيارات ثلاثة، سؤال يعني رياضي بحت لنقول بنحله، شو ميل المستقيم، شو كذا شو كذا، والجواب عندي أربع خيارات والجواب موجود بالأحمر. مين عنده سؤال حل بالتمارين وعنده سؤال لها؟ مين حدا حل بالتمارين وعنده سؤال لها؟ عبد الحكيم ممكن يجيك شو ما كان، صح وخطأ واختار وحل مسائل قد ما بدك، أي سؤال ممكن يجيك عبد الحكيم، ممكن يجيك صح وخطأ، ممكن يجيك ليش لا، ممكن يجيك خيارات أربعة اختار واحد صح، ممكن يجيك مسألة صح، كله صح. مين عنده سؤال بنقدر بالحل؟ ممكن يا عبد الرحمن يكون في مقالي، نعم ليش لا. اي سؤال 14 حلي يلا، هاي زميلتكم اسراء عم تسال عن سؤال 14. لدينا تابع السعر هيك وتابع الطلب هيك، سعر العرض وسعر الطلب، كأنها حالة التوازن بين العرض والطلب تقع عند النقطة، أي نقطة؟ تفضلوا. إسراء زميلتكم عم تقول معلش بالسؤال 14، تكرم عينك. اخي ماريو بالنسبه للاسئله كل شيء مطلوب، نظري وعملي، نظري وعملي، صح خطا اختيار مقالي اللي بدك اياه، كل شيء مفتوح، كل شيء بيخطر على بالك ممكن يجي بالامتحان، ريحوا بالكم. معلش يا اسراء ما انا عم احكي شيء، خلينا نحله سوا. عندك تابع سعر العرض هيك وتابع سعر الطلب هيك، فأنا حاسس التوازن بين العرض والطلب تقع عند أي نقطة؟ شو معناتها يا إسراء؟ يعني شو نقطة الحل المشترك لهالمعادلتين؟ سواء بيانيا أو جبريا، يعني حل المعادلة، يعني حل اس كيو يساوي دي كيو بس. يعني لأنه عند التوازن سعر العرض يساوي سعر الطلب. فدي كيو يساوي اس كيو، بنحل هاد يساوي هاد، معادلة من الدرجة الثانية وبنوجد الحل، يلا حلوها. خلينا نحلها معلش. إذا نرجع للسؤال 14 اللي طلبته زميلتكم إسراء. بأي نقطة؟
يطلع 10 ايه، وشو بيكون السعر عنده؟ يكون عندها 150. صحيح، مين عنده حل أوضح من الحل اللي حكينا عنه؟ أريج دغري بيطلع الكيو 10 والدي 150 سعر في ألفا. طيب ما هي معادلة من درس ثانية إلى حلين، وين الحلين؟ محمد طلع 140، ممتاز يا محمد. في حل ثالث مرفوض، هذا هي بدنا نحكيه، بدنا نحكيه هذا. شو هو الثالث يا يعني؟ طلع معك جواب؟ ناقص 15، تمام يا ريم، ممتاز. إذا يا إسراء ويا جميع الشباب والصبايا المعنى، عند التوازن سعر العرض يساوي سعر الطلب، بنساوي المعادلتين بنحلها، بيطلع معادلة من درجة ثانية. بنحلها إلى حلين. بيطلع كيو 1 10 مقبول، وكيو 2 ناقص 15 مرفوض لنفس السبب اللي ذكرناه. شو يعني عدد منتجات سالب؟ ما له معنى، فالكيو ناقص 15 مرفوض، بس بضل لي كيو تساوي 10. بعوض هون وهون بيطلع السعر 150. هذه فاذا هون الكيو 10 والسعر متساوي وهون 150. واضح للجميع؟ واضح للجميع؟ إسراء، تمام. طيب هون مسائل القضايا المناقشية بتكون جربوا فيها تحلون. إذا حدا عنده سؤال بيسألني أنا راح أنتقل مباشرة للسؤال السابع، كمان على توابع العرض والطلب. عندي تابع سعر العرض وتابع سعر الطلب. مطلوب رسم تابعي العرض والطلب السابقين إيجاد كمية وسعر التوازن هندسيا وجبريا. يلا تفضلوا حلوا لي. هون ما في خيارات، هون انت بدك تحل. حل يا جبريا وهندسيا. هو المطلوب هندسي وجبري، حل جبري هو بده يطلع نفسه هندسي. يلا جربوا حلوها. هلا هي بقى لازم نساوي عند التوازن، كون توازن نفس الفكرة، سعر العرض يساوي سعر الطلب.
لا وإذا نحل المعادلة طيب هنا الصوم في الليل يطلع جوال 5 3 5 يطلع 2 ورجع 2 و 16 وماجد 4 قرروا 2 13 4 شو نحن بدنا نوجد كمية وسعر التوازن كلمة اللي الكمية كذا السعر كذا
صوتنا معكم. تمام، في نتائج جيدة. الآن عند التوازن سعر العرض يساوي سعر الطلب، هالمعادلة تساوي هالمعادلة، بيجمعهم لترى يطلع معي معادلة من درجة ثانية فقط. هل عن طريق الدلتا بيطلع معي حلين اكس واحد، أول شيء بتطلع المعادلة النهائية هي اكس مربع زائد 12 اكس ناقص 64 يساوي صفر، بسهولة بتطلع. فقط اقول هاي يساوي هاي، بجمعها عن طرف خلي الطرفتين صفر بيطلع معنا. بحسب الداتا بيطلع 400 اكس واحد كمان بيطلع ناقص 16 مرفوض، الاكس اثنين تساوي الاربعة مقبول، وهي الكمية يعني اكس هون قصدي اللي هون هي الكمية. هلا شو سعر التوازن؟ بنعوض بأي معادلتين اكس اربعة فبيطلع معي السعر هو 94. تمام، هذا هو الحل. حدا مو واضح له؟ في حدا عنده مشاكل بالحل؟ سؤال، استفسار؟ يعطيكم العافية، أنا راح أوقف هون، تحلوا بقية التمارين، إذا حدا عنده سؤال استفسار في يسألني أكيد، يبعث لي على الإيميل. شو وين وصل وشو طلع معه؟ أنا بدي أقول شكرا لكم، يعطيكم العافية. الجلسة الرابعة المقرر اليوم انتهت، لمقرر الرياضيات الاقتصادية والإدارية. نهينا فيها الفصل الثاني اللي هو بيحكي عن التوابع الصحيحة من درجة الأولى والثانية وتطبيقاتها. شفنا تطبيقات الدخل القومي والتوازن، شفنا تطبيقات العرض والطلب وتوازنها بشكل أساسي كتطبيقات. بتمنى عليكم الجلسة القادمة اللي هي رح تكون الخامسة، الجلسة الخامسة رح نحكي فيها عن المترجحات وتطبيقاتها اللي هي الفصل الثالث. فبتمنى تحضروها وتحلوا التمارين مشان المحاضرة نمشي فيها بسرعة ونحل تمارين قدر الإمكان. إذا الفصل الثالث الأسبوع القادم رح ناخذ المترجحات وتطبيقاتها. قد ما بتحضروا قد ما بترتاحوا بتستوعبوا أكثر ونحل تمارين أكثر. شكرا لكم ويعطيكم العافية.